دلتا ثانوي المار من أ. يكتبش مليح هذا. دلتا ثانوي، ثانوي يا مش أولي، ثانوي. دلتا سكوند المار من أ. هاي يبدأوا يعملوا كيس ولا عمودي على دلتا يقطع، سلمتوا يقطع دلتا في بي 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 هاي كملت كملت فاطمة. كمل قل لي باش نصلح. كمل هاو السلاح، نحط الإبرة على آ ونعمل قوسي، نعمل قوسين نحافظ على نفس الفتحة، ونعمل واحدة بتاعة نعمل التقاطع قوس، قوس أول وقوس ثاني. قوس ثاني ونربطه هذا كل تعزم عليه والآخر. وعلى نلقاو دلتا ثانوي هذه النقطة تحصل عليها. هو باش نرسم المستقيم المار من آ والعمود على دلتا يقطع دلتا ثاني نقطة بي صحيتك اهو نقطة بي هاي هكا ولا ليه؟ وذي رمز التعامد هاي كهو كملنا يوسف كهو كهو ما تمشي هاك زي القيم ما فيش حاجة ناقصة نعملو فك هذيك زي قائمة في الآر ليه؟ ليه؟ ما فيش حاجة أخرى ناقصة كاو دلتا دلتا ثانوي. ثانوي دلتا ثانوي أنا ما قلتليش عليها يوسف أنا قلت ولا تو قلت إي أنا قلت عاد نعاود برشا مرات السؤال سهلة تسميه وتعمل كاو. إذا هذه أ بي تسمى أ بي نكتبه مع بعضنا أ بي البعد أ بي هو البعد الذي يفصل أ عن المستقيم دلتا ما تراوش يعني البعد AB هو البعد بين A و دلتا هذا هو AB AB تساوي البعد من A على دلتا
البعد نقطة على مستقيم هو البعد العمودي. نقول دي ديستانس ما بين A و دلتا. A و دلتا. Voilà. فهمنا ولا لا؟ بعد نقطة على مستقيم. مفهوم به؟